انا هاجر كنسكن في سلا، كندير الانقاذ ديال الحيوانات الكلاب والقطط. هما مسانديني واخا هكداك الحب الصراحة غادي نفعل لواحد الدرجة ما تصورش، وما غنبقاش هاديك هاجر الإنسانة اللي واش انت تبغي لي ضربك تكون دايز ويضربك بشي حاجة؟ ها تبغي انت مثلا تكون دايز ما عليك ما بيك وينزل عليك بشي زروطة على الراس ولا يركلك ولا يهز حجرة ويضربك باش غتحس غدافع على راسك ياك؟ وهذا راه مسكين ما يقدرش يدافع على راسه، هذا راه ما يقدرش يهضر على راسو، هذا غيكمد مسكين في عدمو وغيتعوق في شي بلاصه تيجيب الله شي واحد اللي غادي يحن عليه. هادشي اللي كاين، انا الا كان عندي امكانيات نقدر ندير ملاجئ لهاد القطط هادو وهاد الكلاب ونداويهم ونعقمهم وندير بزاف د الحوايج لهاد البكمات هادو، انهم شي يحميهم من هاد الناس هادو اللي كيتعداو عليهم اللي كيكرفصوهم اللي كياديوهم. هذا هو القانون اللي محتاجينهم هما، فهمتي؟ ما راه حتى هما يقدروا يعيشوا معنا في الاحياء زعما، ولكن راه كاينين شي بلايص اللي ما يمكنش قلت لك القط يبقى فيها، كاين غير ولا الكلب يبقى تما، راه دايز عليه جميع انواع بارفو كيكون لاصا بارفو كيكون الاغتصاب بارفو كتكون الشعوذه، راه عرفتي راه فريمون اشياء زعما ما يمكنش تصورها، ما يمكنش تقول واش حنا مسلمين ملي تشوف داك الشيء. في الكونفينمون ماشي غير انا، خرجوا بزاف ديال لي بينيفول اللي حنا تعاوننا معاهم واللي حتى هما تعاونوا الصراحه، منهم انا منهم ماشي غير في مدينتي انا في سلا، في المغرب كامل بارتو الصراحه اللي تفكروا هاد البكمات هادو، وكنبغي نشكرهم لانهم حتى هما كيحبوهم من اعماق قلبهم الصراحه وحاسين بهم. ومشينا لبلايص اللي لقينا غير دي كادافر زعما شي جون نقول لك زعما ميتين بزاف بزاف بالجوع، تقول زعما ما كايناش تما، لانه تما كانوا مثلا قهاوي كانوا مطاعم كانوا شي حاجه وسدوا ما لقاو ما ياكلوا. والحمد لله حنا درنا هذه المبادره هذه وكانت زوينه 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 بزاف 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 بزاف، وثقنا فيها شحال من روح، والله يثبت لنا العمل يا ربي. هو باش نقابل هادشي مع الحد الان انا ما تيعاوني حتى شي واحد في التنظيف ديالهم ولا في حتى شي حاجه، انا كنقوم بهادشي من الصباح، عندي الصباح خصني نوض نعطيهم ياكلوا نجمع ليهم بلايصهم نسياق ضروري نتواياج، عندنا حتى 3 فوا في النهار نتواياج، فهمتي؟ ضروري باش نخلي لهم حتى انا المكان ديالهم نقي وباش حتى هما يكونوا كيحسوا بالراحه، فهمتي؟ لانه حتى هما تيحماقوا على النقا الصراحه لانهم نقيين من طبيعتهم، مي لي بيزوان ديالهم والماكله ملي كتبقى مثلا شايطه ولا شي حاجه كنحاولوا نجمعوها، هي متعبه جدا، مي انا واخا كنعيا وداك الشيء انا غاده مكمله في هذه المسيره ديالي الحمد لله. هذا الشيء كنديروا لاجر لله لانه ما عندي لا ربح فيه لا انا قام من غير ربح ديال سيدي ربي الحمد لله، وانا غاده واخا كيف ما قلت لك هذا الشيء متعب انا غاده فيه، متعب نفسانيا وماديا وبزاف د الحوايج. بيان سور انا الدار الصراحه كان جاتهم هذه الفكره غريبه لانه انا كانوا شافوني محبه للحيوانات وكنت تنعتق وكنت ندير الخير وداك الشيء، ولكن ملي شافوني كيف ما كيشوفوني بعض المرات مدمره كيشوفوني انني ديما كنفكر زعما حياتي كلها عطيتها ليهم، سي نورمال الوالدين كيخافوا عليك وكيبغيو حتى هما يقولوا زعما راه دايره جهدك وكثر من جهدك والكمال الله. مي انا بقوه حبي لهذا الشيء هذا ما نكذبش عليك ما قدرتش نحبس وما نقدرش نحبس وما عمرني ما غادي نحبس، عقمين وكلهم عندهم لي فاكسان ديالهم، وحتى القتله جبنا جديد كنحاولوا اننا نديروا له الفيرميفيوج ونديروا له الوريقه ديالو لي فاكسان وداك الشيء، وكنحاولوا نقلبوا لهم على عائلات ولا ما كاينش راه كيبقى هنايا حتى كيديموا الامانه امانتهم.